بعض الناس يكون عنده شكوك كثيرة، كلما توضأ شك هل أتم غسل العضو أو لم يتمه، فمثل هذا لا تفت إليه، لا تفت إليه، لأن الشكوك لو اعتبرها الإنسان وهي كثيرة لتعب. ولكن لو فرضنا أنه شك حقيقي وليس بالكثير فإنه يعتمد هذا الشك ويزيل هذا الشك باليقين. إذا معناه أنه عنده وسواس، هذا إذا لا تزيل الشك. الفاتحة أبدا، هذا موسوس، والذي أرى أنه يدع هذا الوسواس، لأنه إن فتح على نفسه ذا الوسواس تعب، وجاء الشيطان يشككه في الصلاة، يشككه حتى في الله عز وجل، ربما تصل به الحال إلى الشك في الله، وربما يشككه في زوجته أحيانا، هل طلق وما طلق وما أشبه، فكون الإنسان يدع هذا عليكم السلام يعني لو شك لا تحل هذا الشكل.